الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها
بعضكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الذين يعلمون والذين لا يعلمون
الله واسعا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إن فمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها
أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم
الحديث